احنا بنتصل بوعد الله ما هو ما بيردش ليه؟ قولوا له اشرف غريب بيرن عليك رد عليه، افتح عليه، هتلاقيهم يحذروكم في التكست مباشره حتى لو انتوا شيعه نفسكم. وقلت لهم الكلام ده على التكست هيحذروكم. بس واحد عنده موضوع، راجل ما بيخرجش بره موضوعه خالص. ما شاء الله عليه. غير رقمي، اشتري خط عراقي. يمكن بياخد دش. صحيح والله. تقولي لا شهيد العتابي ولا اكبر مرجع شيعي هيجاوب عن سؤالنا. دول كلهم مطبلين زفف، كذابين، افاقين، بيكذبوا على مساكين عوام الشيعه من اجل حب اموال وخمسه. ازيك يا وعد؟ اولا رح اشرح التحليل، وعد اولا في نهايه سوره الشعراء بيسمعنا احمد القمامي. هم الثلاثة النهاردة على القناة باين عليهم في كل واد يهيمون وقتات أخرى. يا وعد، ومن الناس من يشري لهو الحديث ليضل يا وعد عن سبيل الله بغير علم. يا آتان آيتان تدلان يا وعد. طيب ده بيسمعنا محاضرة. بعثتم معها جارية تضرب، بيسمعونا محاضرة. وتغني هي تغني الجارية. يا وعد، نقول كذا وكذا. طيب هذا الامر الاول. يا وعد، هو شوف محبتي الافاضل. لا لا يا وعد، يا وعد من؟ نعم تفضل. جبت حديث صحيح عن نرجس يا وعد انت ومشايخك الثلاثه اللي قاعدين في القناه بتغنوا ليل ونهار ولا ما جبتش؟ لحظه حجي خلي اجاوب. اشرف غريب، نحن ندعوك الى مناظره علنيه. عندك سند صحيح عن نرجس ولا ما عندكش سند صحيح عن نرجس؟ قفل الخط. الله العظيم قفل الخط. الله المستعان قفل الخط. واحد بيقول لي جبتوا انتوا الثلاثه موجودين اهو، وعد وميسم والامامي، هم الثلاثه موجودين اهو في قناه واحده. قفل الخط. اشرف غريب احنا ندعوك الى مناظره علنيه. ما شاء الله، ده ما احنا علني اهو. هو احنا قاعدين مستخبيين دلوقتي؟ ما احنا قاعدين قدام الناس علني وانت قاعد علني. ايه اللي هيفرق علني من العلني؟ ما تدينا السند واحنا علني برضو مع بعض. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا الفاضل حياك الله. شيخنا الحبيب، معك اخوك سمير من امريكا. حياك الله. كنا سمير من امريكا. والله اليوم تم الدعس بنجاح، يعني عليهم جميعا. فهذا لا يعرف النقاش الا وزر غلق الخط بين يديه، لا يحب ان يكون الزر بين يدي احد اخر، لانه يحب ان يتكلم ويغلق الصوت ويغلق المكالمات. هذا يا شيخنا الفاضل، طلعت عنده مداخله وانا لا اصل الى يعني نقطه من علمك. الله يديك الصحه. حاججته بالزام اظنه جيد جدا. نعم. فتهرب مني وقطع عني الصوت ثم أغلق علي الخط، وبالدليل قال له أخ جزائري معه في القناة: لا تغلق علي الخط، بالله لا تغلق علي الخط، هذا شخص محترم يا شيخ. يعني بشهادة ضيوفه أنني تكلمت بأدب وتكلمت بأدلة عقلية وعلمية وقرآنية ولم يستطع الإجابة عليها فأغلق علي الخط. صحيح. هو هذا وعد معروف من زمان. والله كان بيطلع البلتوكي بيخاف حد يطلع يسأله هو على المايك، كان بيخاف. ودلوقتي في قناته وسط ثلاث محاورين فطاحل المفروض عند الشيعة، هو وميسم ووعد. تمام. بتصل عليهم وفي قناتهم الثلاثة موجودين اهو، يعني انتوا المفروض اشرف لوحده قدام الثلاثة. استلموني انتوا الثلاثة زي ما بتعملوا. الراجل لسه بيقول لي اشرف احنا بندعوك لمناظرة علنية. بقول له هات السند. مناظرة علنية ايه يعني؟ السند ما احنا علني واحنا بنتكلم في غرف مغلقة